والتي استضافتها حينها الأرجنتين. مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية هذه النشرة الرياضية المفصلة، لم يتبقى منها سوى التذكرة بأهم العناوين. من جديد، قطر تواجه اتهامات بشأن وضع العمالة المشاركة في البنية التحتية لمونديال 2022. الهولندي فان براغ ينسحب من انتخابات رئاسة الفيفا ويعلن تأييده الكامل للأمير علي بن الحسين. يوفنتوس يقترب من تحقيق الثلاثية بالتتويج بكأس إيطاليا على حساب لاتسيو للمرة العاشرة في تاريخه. مشاهدينا الكرام، أشكر لكم طيب المتابعة. بعد قليل تلتقون والزميلة مجد الأغضي في حوار وفي حلقة جديدة من مؤشر النيل وباقة من الأخبار الاقتصادية. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم. الصناعة المصرفية دايما بتتقدم، آن الأوان لمواجهة هذا الخلل في الجهاز الإداري والحكومي مواجهة حقيقية. عندي أسئلة على مؤشرات النمو القادمة في هذا القطاع. ده عشان الاستقرار السياسي والاقتصادي. التأمين يستفيد دائما في وقت الأزمات والكوارث. فهيئة الرقابة المالية عليها دور تلعبه في خدمة هذا البلد. إن ثورتين المجيدتين في 25 من يناير و 30 من يونيو قد مهدت الطريق لبداية عصر جديد في تاريخ الدولة المصرية. عصر جديد يكرس للقوة وليس للعدوان. عصر جديد يؤسس للقضاء على الإرهاب. عصر جديد يدعم اقتصادا عملاقا ومشروعات وطنية ضخمة. شاركة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري مصر المستقبل. بيقولوا لي ايه؟ اخبار المؤتمر الاقتصادي ايه؟ قلت لهم المؤتمر الاقتصادي دراع مصر. ارحب بشركاء التنمية لمصر الجديدة. قضايا القارة السمراء السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشاكلها، تطورات الأحداث فيها، علاقة مصر بدولها وكيفية تنميتها وتفعيلها. معكم أسبوعيا في إفريقيا على شاشة النيل.
مشاهدينا ولقاء جديد يتجدد مع مؤشر نيل وقراءة لأهم ما مرت به البورصة المصرية والتي سجلت مؤشراتها هذا اليوم ارتفاع في ختام التعاملات مدعومة بعمليات شراء من قبل المصريين والعرب فيما مل الأجانب نحو البيع. وأغلق مؤشر بورصة رئيسي إي جي إكس 30 على ارتفاع بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 8988 نقطة. وزاد مؤشر إي جي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.9% منهيا التعاملات عند مستوى 480.6 نقطة. وامتدت المكاسب إلى مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا ليربح 1.6% من قيمته مسجلا 1003.6 نقطة. صعد أيضا مؤشر إي جي إكس 20 محدد الأوزان النسبية بنحو 2.76% ليصل إلى 9443.94 نقطة. نتحول إلى قائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم، حيث كان قطاع الخدمات المالية الأنشط وتصدر القائمة بنسبة 24.89%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 23.11%، وجاء قطاع الاتصالات ثالثا بنسبة 17.52%، بينما حل قطاع البنوك رابعا بنسبة 10.95%. وبالنسبة لفئة المتعاملين داخل السوق فقد اتجه المستثمرون المصريون نحو الشراء واستحوذوا على 8.88% من إجمالي التعاملات، كما اتجه المستثمرون العرب نحو الشراء أيضا واستحوذوا على 9.18%، بينما اتجه الأجانب نحو البيع وحصلوا على 9.94% من التداولات. يأتي هذا فيما مال المستثمرون الأفراد نحو البيع وحصلوا على 65.32%، بينما اتجهت المؤسسات نحو الشراء واستحوذت على 34.67%. ننتقل للأسهم الأكثر ارتفاعاً، تصدرها سهم العربية لحاليل الأقطان بنسبة 9.86%، تله سهم القاهرة للخدمات التعليمية بنسبة 9.44%، ثم سهم دلتا للإنشاء والتعمير بنسبة 7.92%، يليه سهم روباكس للتصنيع البلاستيك بنسبة 7.35%. ننتقل للأسهم الأكثر انخفاضاً، تصدرها سهم العرفة للاستثمارات والاستشارات بنسبة 5.56%، ثم سهم الألومنيوم العربية بنسبة 4.6%، تلاه سهم العامل لإصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 3.97%، ثم سهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية فاديكو بنسبة 3.68%. هذا وقد حقق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة مكاسب بلغت 4.15 مليار جنيه ليصل إلى 504.5 مليار جنيه، وسط تداولات كلية بلغت 776.5 مليون جنيه. ولمزيد من التحليل والتوضيح يسعدنا أن ينضم إلينا في استوديو نيل اليوم الأستاذة ماريان عزمي خبيرة أسواق المال. أهلا بك أستاذة ماريان. أهلا بحضرتك. اسمح لي أن نبدأ عملية التحليل فور عرض هذا التقرير عن أحوال البورصة اليوم. تمام. إلى التقرير. مدعومة بعمليات شرائية من جانب المستثمرين المصريين والعرب، أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات يوم الخميس نهاية تداولات الأسبوع على ارتفاع جماعي قابله عمليات بيع من جانب المستثمرين الأجانب. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 4.1 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 504.5 مليار جنيه، مسجلا ارتفاعا أسبوعيا بلغ 22.3 مليار جنيه. النهاردة الحمد لله السوق قفل في نهاية التعاملات الأسبوعية مستقر في المنطقة الخضراء وبقوة، يعني احنا طالعين ما يقرب من 1.5% بفوليوم تعاملات حوالي 750 مليون جنيه مدعم بشراء العرب والمؤسسات والأفراد المحليين. شايف كمان ان السوق الفترة اللي جاية ده هيبقى فيه شغل كويس جدا، التردات فيه بتبقى جيدة جدا جدا. المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي جي إكس 30 ارتفع بنسبة بلغت 1.83% مسجلا 8988 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة بلغت 1.85%، وامتدت الارتفاعات لتشمل مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 1.59%.
احنا طبعا في نهاية تداولات الاسبوع النهاردة في جلسة يوم الخميس كان عندنا انتعاشة قوية في السوق المصري، كان فوليوم التداول بتاعنا تجاوز 500 مليون، احنا قافلين 752 مليون فوليوم التداول. كان عندنا قوة شرائية كويسة جدا من المؤسسات، من المستثمر العربي، من المصريين. كان عندنا نسبة مبيعات من المستثمر الاجنبي ومن الافراد، بس عندنا الفوليوم في الاي جي اكس سيرش عمل ارتفاع قوي جدا. اي جي اكس سيرش ارتفع 162 نقطة، عملنا ارتفاع 1.83%. المؤشر اي جي اكس سيرش قفل الفوليوم النقط بتاعته 8988. الخبراء بالسوق أكدوا أن مستوى 9040 نقطة هو مفتاح استمرار صعود المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية لأعلى واستهدافه لمستويات جديدة، ويعد مستوى 8800 نقطة هو أول مستوى دعم للمؤشر حاليا. من مقر البورصة المصرية، أندرو كامل، النيل. أهلا بكم مجددا، واسمحوا لنا أن نبدأ عملية التحليل مع خبيرة أسواق المال الأستاذة ماريان عزمي. أهلا بك أستاذة ماريان. أهلا بحضرتك. أنا عندي تساؤل، يعني المتابع لحال البورصة هيكون متحير مثلي كده، يعني يوم الاثنين والثلاث كانت هناك مكاسب 26 مليار جنيه عقب قرار الحكومة تأجيل تطبيق قانون الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأوراق المالية لمدة عامين. طبعا الطبيعي أن أنا أكون سعيدة جدا أن ده بيحدث بعد نزيف الأموال اللي حدث لمدة شهرين تقريبا من بعد المؤتمر الاقتصادي تقريبا، لكن هو السؤال كيف أن يصدر القرار الآن فترتفع البورصة بعدها بأقل من 24 ساعة بهذه المكاسب على مدار 4 أيام هنستثني منهم جلسة الأمس؟ هل ده رد فعل أو سلوك طبيعي البورصة؟ خلينا نتكلم ونقول ده رد فعل سلوك المستثمرين الأفراد المصريين في البورصة، واعتقد ان ده باين قوي في ارقام المؤشرات. يعني احنا لو رجعنا الثلاث جلسات ما عدا جلسه امبارح، وهنقول ليش معنى جلسه امبارح، هنلاقي ان اي جي اكس 70 حتى بجلسه امبارح كان حقق ارتفاعات اعلى من اي جي اكس 30، وده شيء بديهي لان الاسهم المكونه ل 70 برغم انها اتقل واصعب في الصعود، يعني المؤشر في حد ذاته عشان يطلع نقطه ده معناه ان معظم ال 70 سهم اتحركوا بقوه كبيره. نعم. فده اتقل في الصعود من 30. مين اللي بيفضل هذه الاسهم او النوع ده من الاسهم؟ بالمستثمرين الافراد المصريين. هم دول اللي فرحتهم كبيره قوي لان هو الخبر يخصهم هم، ما هواش ليه علاقه باسهم ال 30 بنسبه كبيره. طبعا هو في علاقه بس التاثير عليه مش بنسبه كبيره قد اسهم ال 70، علشان المستثمرين المصريين هم المتضرر الأكبر من موضوع الضريبة. أما بالنسبة للأجانب فأنا شايفة أن ما زال الأجانب بيميلوا إلى البيع، يعني حتى جلسات النهاردة احنا الأجانب عندي صافي بيع مش صافي شراء، وده في حد ذاته نقطة تانية يمكن أنا بسميها نقطة حمراء كده أو لمبة حمراء بتخليني أقول يا جماعة نتريث في الفرحة بتاعتنا علشان نقدر نكمل بسهولة. أما بالنسبة للمؤسسات وبالنسبة للمصريين الأفراد ده كان شيء جميل جدا. طبعا احنا لازم نكون واقعيين قوي، خبر الضريبة كان بيستنزف من المصريين، أنا بتكلم هنا على فئة المصريين المستثمرين الأفراد أو المضاربين، كمية أموال كتيرة قوي. حجم السيولة اللي بيفرحني في الموضوع ده واللي بيؤكد لي أن الدنيا هتمشي بصورة جيدة بنسبة كبيرة قوي هي حجم السيولة اللي دخلت السوق من جلسة الاثنين حتى جلسة النهاردة. احنا لو خدنا بالنا هلاقي حجم السيولة كان قوي جدا جلسة الاثنين، وده حتى قبل ما يتم الإعلان رسمي من قبل رئيس الوزراء أو من قبل المتحدث الرسمي برئيس الوزراء عن الخبر، نتيجة الأخبار اللي تداولت من يوميها أو الليلة اللي قبلها. تمام، في حجم السيولة اللي دخلت كان قوي جدا، وده اللي بيعضد هذا الارتفاع، وشيء بديهي جدا كان لازم يحصل فيه تراجع، أو مش هنسميه بقى تراجع، خلينا متفائلين شوية وخلينا نقول بصيغة حلوة أن يحصل فيه جني أرباح في جلسة الأربع وجلسة النهاردة بعض الشيء. ليه؟ لأن شيء بديهي قوي أن اللي اشترى الاثنين هيدور أن ياخد أي نوع من أنواع المكاسب بعد الدمار والخراب اللي حصل من 1/3/2015. فأنا شايفة أن ده شيء جميل قوي، شيء منطقي قوي، ولكن هنا بقى في سيناريو تاني لازم ناخد بالنا منه. عظيم، هو ده اللي أنا كنت عايزة أتوقف عنه. السيناريو التاني ده بيقول لي أن معنى كده أن ده سلوك المصريين الأفراد العاطفي مش المدروس، مش المدروس. نعم. والسلوك العاطفي
احنا فرحانين بخبر تأجيل الضريبة، وبرجع واقول ده تأجيل الضريبة مش لغي للضريبة. تمام، ومش كل الضريبة، ده احنا بنتكلم في نص الضريبة، ضريبة الارباح الرأسمالية هي اللي تأجلت لمدة سنتين، وفيها نقطة تاني او فيها ثغرة تاني لسه هنحكي فيها. اما ضريبة التوزيعات فهي ما زالت قائمة. فهنا بيضرب لي ضريبة التوزيعات اصبحت بتضرب في مقتل، لان كتير قوي من الاسهم الدفاعية بنعتمد عليها في التوزيعات بتاعتها اللي بتوازي تقريبا حجم الارتفاعات اللي ممكن ادور عليه طول السنة. طب ليه ده مش محسوس؟ لاني ببساطه جدا ارجع واقول تاني ان اكتر سيوله دخلت من المصريين الافراد اللي كانوا او اللي بيفضلوا ان هم يشتغلوا في عدد جلسات قصيره بحجم ارباح قصيره، على اساس ان يعني برضو خلينا نقول ان وجهه نظرهم فيها شيء كبير من الصح، ان ما احناش ضامنين لا السوق ولا السياسه الاقتصاديه بتاعه البلد ولا السياسه الاقتصاديه بتاعه العالم كله ولا حتى المنطقه اللي احنا عايشين فيها. احنا بنتكلم في منطقه ممكن تحصل فيها مشاكل في اي وقت، فانا لو عملت استثمار طويل اجل فبالتالي ممكن تحصل اي مشكله والسوق يقلب بيا، فانا مش هكسب. ده وجهة نظر المضاربين، خلينا نحددها علشان نقدر نفهم هم ليه بيفكروا كده. فبالتالي لازم يحصل نوع من أنواع ان الخبر ابتدى يطلع، ناس كتير هتبقى فرحانة بيه، فهيخش في اندفاع في الشراء، هيستمر هذا الاندفاع 4-5 جلسات، ده شيء جميل جدا، وبعد كده هيرجع السوق تاني يمشي لمسار الطبيعي بتاعه. المسار الطبيعي اللي هو ايه؟ اللي هو تبعا للحالة الاقتصادية للبلد، طبعا للحالة السياسية والاجتماعية، بس طبعا الحالة الاقتصادية بالدرجة الأولى. طيب. ده مش معناه أني هيحصل تراجعات، مش هيحصل تراجعات، ولا مش هيحصل تراجعات عنيفة زي اللي احنا شفناها. مش هيحصل تراجعات عنيفة، عظيم، دي مطمئنة بالدرجة الأولى. كويس. أما بالنسبة للتراجعات هنسميها هيحصل بعد جني الأرباح، أو نقولها بصيغة تانية علشان الناس تطمن أو تفهم بصورة أقوى. أنا دلوقتي في عندي محطتين مهمين قوي لازم أقف عندهم عشان أقدر أقول إن السوق ده هيكمل لمستوى 11,000. طيب. سريعا أستاذة ماريان، إحنا هنتوقف عند المحطتين الهامتين جدا اللي السوق هيتوقف عندهم حتى نخرج لهذا الفاصل ونعود إليكم مرة أخرى. سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة
المقام المحمود الذي وعدته. مشاهدينا اهلا بكم مجددا. الاستاذه مريان قبل خروجنا الى هذا الفاصل اشارت الى ان هناك نقطتين سيتوقف عندهما المؤشر. ايه هما النقطتين؟ باختصار هو عندي منطقه ال 8800 اقل منها شويه او ازيد منها شويه لازم المؤشر يقعد فيها ما يقترب من 4 لـ5 جلسات. ده بنسميه نقاط تجميعيه علشان خاطر يبقى عنده قوه يقدر يطلع بيها لفوق مستوى ال 9000. نقاط تجميعيه يعني 8800 في حدود منطقه ال 8800 ازيد منها او اقل منها شويه. تمام. ولازم تكون بيدعمها حجم سيوله كبير يخش السوق. تمام. ونراقب حجم السيوله دوت وده متوفر حتى هذه اللحظات. بالظبط. تمام. بس حجم السيوله مش عايزاه يكون في اي جي اكس 70 بس. تمام. لان ده معناه ان السيوله متجهه لارتفاعات عنيفه مش مبرره. تمام. اما بعد كده المنطقه الثانيه هي منطقه ال 9000 ل 9200 هنقعد فيها. المفروض الصح ان احنا نقعد فيها اكتر من 7-8 جلسات. نفضل في هذه المنطقه وبعديها نقدر نقول ان احنا كده خلاص تشبعنا نهائيا، دخلت سيوله كافيه، عملنا تجميع قوي جدا، نطلع لمستوى ال 11000 مرتاحين قوي. ممكن نقف عند مستوى 9500 حاجه بسيطه، عند 10000، عند 10500، 10200، كل ده كلام جميل قوي، ولكن تارجتنا في الفتره اللي احنا بنتكلم عليها هيكون ال 11000 بشرط نقعد عند مستوى 9000 ل 9200 فتره زمنيه لا تقل عن 7 جلسات حد أدنى. وقبليها المنطقة بتاعت 8800 اللي احنا عمالين بندور حواليها من يوم الاثنين، وده في حد ذاته النقطة المبشرة بيدعمها دخول سيولة. وهنا أرجع أوضح ليه بقول موضوع السيولة. السيولة يا جماعة لما بتخش ده معناه أن في تفاؤل وفي قوة شرائية. والقوة الشرائية دي مع ارتفاعات ده معناه في حجم تفاؤل كبير وبيدفع لي المؤشرات العالي. ولكن يهمني ان يكون في كل الاسهم بالتوازي. انا عارفه قد ايه المستثمرين اللي في مؤشر اي جي اكس 70 او في الاسهم بتاعه المضاربات والاسهم الصغيره والمتوسطه تعبانين. بس علشان نقدر نطلع صح وحقق مستهدفات تريحنا. بس ده حتى ما كانش بيتحقق في الايام العاديه. ما هو ده معناه ان السيوله اللي داخله على فئه المضاربات بصوره اكبر. فعشان كده عايزه اقول للفئه ديت او المستثمرين دي اشتري، بس ما تشتريش بكل الفلوس مره واحده. احترم النقاط اللي بنتكلم عليها علشان لما تطلع بعد كده هتلاقي متوسطك عالي قوي. سوري، مقبول ومحقق مكاسب عاليه. لكن لما تشتري مره واحده وحصل لا قدر الله ولو بنسبه يعني 1 من مليون% ان في تراجع، مش هنرجع نقلب تاني، وساعتها الضربه هتبقى ثقيله لان احنا طالعين من خسائر كبيره. احنا بنقول ان السلوك في عمليه الشراء عامه هو سلوك شويه عاطفي، يعني على ما فهمت من الكلام. تمام. طيب وضعنا بالنسبه للسوق، الوضع التنافسي بالنسبه للسوق اقليمي وعالمي، الوضع التنافسي للبورصه المصريه هيبقى وضعه ايه؟ هو في جزء مطمئن قوي احب يعني اقوله للمستثمرين بكافه الانواع. احنا لازم نطلع لمستوى 14000 15000 ده بحد ادنى. يعني احنا المستهدف بتاعنا في خلال الدوره الزمنيه بتاعت طلعه البورصه دي 14000 15000. فما تقلقوش، ما تخافوش، اللي بيحصل كل ده شيء بديهي جدا، لازم في صعود وهبوط، لكن احنا مستهدفنا 14000 15000 ما بين هذه النقاط. ولازم بما ان احنا بنتكلم على البورصات العالميه والبورصات الاقليميه نرجع نتوازى في هذه المنطقه مع كل البورصات اللي جابت هايات جديده ما شفناهاش من 2008. احنا لسه ما جبناش الهاي اللي كنا موجودين في 2008. فبالتالي احنا لازم هنطلع للمستهدف ده شئنا ام ابينا، بس نطلع نوصل له يبقى المؤشر بيديني رقم 14000 او 15000 وانا خسران، ولا يديني الرقم ده وانا كسبان. هنا بتختلف الاستراتيجية. عشان كده بنقول ان لما نيجي نتعامل بلاش ناخد الموضوع بعاطفية بزيادة. طبعا كلنا فرحنا بالشاشة يوم الاثنين لما بعد الخبر ما طلع بتاع تأجيل الضريبة بشكل رهيب، لدرجة ان معظم الشركات كتير قوي منها كان بيشغلوا اغاني وبيرقصوا. ده شيء جميل قوي. ولكن قرارات الشراء انت بتتعامل بفلوس. المفروض ان انت هتشتري بربع المبلغ او بربع الكمية اللي انت محددها
يحددها، ويليها الربع الثاني بعد ما نخطي هذه المستوى، والربع الثالث والربع الرابع. هنا انت هتضمن ان عندك مستوى معقول من المتوسط، وهتبقى على طول الخط محقق مكاسب. ده للأسف اللي المستثمرين ما بيعملهوش. وأيضا في حالة البيع، يطلع خبر وحش أو في إشاعة لا قدر الله وحشة، وإن السوق هينزل ويكمل ويكمل زي الأيام القليلة قوي اللي قبل إعلان الخبر. كنا بنلاقي حجم مبيعات غير مبرر. ليه؟ علشان الناس خايفة. نرجع ونقول إن ما زالت عندي هناك جزء صغير من المخاوف بيتمثل في بيع الأجانب. الأجانب مش المفروض إن هم يبيعوا في الفترة اللي احنا بنتكلم فيها. كل الأخبار الاقتصادية عندي أكثر من جيدة في المرحلة دي. الأجانب ما عندهمش سبب علمي علشان يبيعوا. سلوك الأجانب مختلف. سلوك الأجانب مختلف لأن هم بيمشي بطريقة علمية. والطريقة العلمية دي بتخليه على اللونج تيرم كسبان أكتر مننا. عشان هنا برجع وأقول للمستثمرين نتريث في قرارات الشراء بتاعتنا. طيب السوق بينتظر انباء ايجابيه، مش عارفين ايه هي طبيعه الانباء الايجابيه طبعا اللي مستنيها، هو مستني طروحات جديده، حاجات تصدر من الشركات، مش عارفين. لكن في امر احنا في انتظاره وهو اعلان ملامح الموازنه العامه، هل من وجهه نظرك سوف يكون لها تاثير بشكل ما على البورصه؟ الفترة اللي جاية هيكون في أخبار إيجابية، وأقل الأخبار الإيجابية هتؤثر تأثير قوي جدا. يعني مش بتكلم بقى على الموازنة، أنا بتكلم على خبر شركة رأس مالها 2 مليون، طبعا ده مش حقيقي. بس اللي أنا قصده أني أقل خبر ممكن هيعمل شغل، أقل طرح هيكون لتأثير، أو أقل حتى خبر في نتائج أعمال. ليه؟ لسبب بسيط قوي، لأن الحالة العامة للسوق فيها موجة من التفاؤل، فده هيساعد الأخبار الإيجابية على الصعود. موجة التفاؤل دي هتستمر الأسبوع القادم من وجهة نظر أعتقد أن هي هتستمر لغاية أول الأسبوع القادم، وبعد كده هنشوف مرحلة من الهدوء النسبي يدفعنا إلى مستوى 9200 بعديها، بعد ما سوء تريس كده الناس تبتدي تاخد نفسها من لكن الأخبار. مستوى لكن مستوى مطمئن برضو 9200. طبعا احنا لو تخطينا هذا المستوى يعني الحمد لله هنكون بنسبة كبيرة قوي قدامنا سكة طويلة لغاية 11000 بسهولة. هذا مريان عزمي، أشكرك كثيرا على وجودك معنا النهاردة لحضورين، وهذا التوضيح والتحليل لسوق المال وعالم البورصة. شكرا لك. مشاهدينا ينتظرونا في بداية الأسبوع الأحد القادم إن شاء الله مع بداية التداول وتحليل آخر لحال البورصة المصرية ولعالم المال. شكرا لكم وإلى اللقاء. الحياة تدبر وفهم الكتاب الذي يصنع الخير والسماحة والبر في هذه الحياة. الخاصية التي يتفرد بها البيت الحرام بأن الله تبارك وتعالى بناه بنفسه لنفسه. قراءة القرآن لها مستويات، فمستوى العامة يقرأ على قدر استطاعته. خطبة الجمعة، الخطبة الأولانية للدين، الخطبة الثانية للدنيا. ليس في الإسلام حاجة اسمها رهبانية أو انقطاع للعبادة والطاعة وما إلى ذلك. وحبك يا رسول الله ديني ومذهبي، والناس فيما يعشقون مذاهب. بلد الجامعتاب، نحن مسلمين ومصر أم الدنيا الوطن. شبكة صوت العرب، صوت مصر من حلقين. دي أرض الكنان بدي ما نهديها، سورنا الحرة قالي في الشرق جنبيها، سينا الحرة قالي في الشرق جنبيها. دي مصر الحضارة وهرمات تشهد ليها، دنين العظيم نبع الحنان ساقيها. خط عرض 22 قريبا على شاشة النيل.
السابعة مساء، مرحبا بكم. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الأردن الملك عبد الله الثاني على هامش مشاركة الرئيس السيسي في المنتدى الاقتصادي العالمي 16 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البحر الميت. كما التقى الرئيس السيسي مع كلاوس شواب المؤسس والمدير التنفيذي للمنتدى. ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة المنتدى تحت عنوان مصر في إقليم متغير، والتي تتضمن التأكيد على أهمية مواجهة التحديات بالمنطقة وأهمية دور الشباب والقضاء على الفقر. يذكر أن الأردن يستضيف في منطقة البحر الميت جنوب غربي عمان تحت شعار إيجاد إطار إقليمي جديد للازدهار والسلام والتعاون بين القطاعين العام والخاص. طالب الرئيس السيسي الغرب بأن ينظر إلى منطقة الشرق الأوسط وفقا لمنظور يراعي طبيعة الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها المنطقة. وخلال لقائه مع وزير خارجية النمسا سيباستيان كورتس في القاهرة، دعا الرئيس السيسي الغرب إلى مراعاة الاختلاف الثقافي والحضري بين دول منطقة الشرق الأوسط وأوروبا. وأشار السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة إلى أن اللقاء تناول مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة الحرب ضد الإرهاب والتطرف. من جانبه أعرب وزير خارجية النمسا عن تطلع الرئيس هاينز فيشر للقاء الرئيس السيسي، فضلا عن تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة. شهد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب توقيع أول عقدين لإنشاء مشروعات سكنية تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر الاقتصادي مع شركة سعودية. من جانبه قال وزير الاستثمار أشرف سلمان إن مذكرات التفاهم شملت إنشاء مشروعين سكنيين في كل من القاهرة الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر بتكلفة استثمارية تصل إلى 60 مليار جنيه، وذلك بعدما درست هيئة المجتمعات العمرانية عددا من العروض حتى تم اختيار شركة ساسيبان السعودية لتوافر الشروط المناسبة لها. وأوضح وزير الإسكان دكتور مصطفى مدبولي إنه سيتم توقيع 4 عقود إضافية مع عدد من الشركات خلال الفترة القادمة. أكد مدير عام المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات إبراهيم العابد أن المصالح العربية لا تتحقق إلا بمزيد من التضامن والعمل العربي المشترك والموقف الموحد إزاء الأزمات التي تواجه الجميع. تصريحات العابد جاءت خلال افتتاح أعمال الدورة 46 لمجلس وزراء الإعلام العرب تحت شعار دور الإعلام في نشر قيم التسامح ومكافحة التطرف. وأوضح العابد أن الدورة الحالية للمجلس تركز على نشر ثقافة التسامح والاعتدال والوسطية وتعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، فضلا عن متابعة الخطة الجديدة للتحرك الإعلامي العربي في الخارج ودور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب والاستراتيجية الإعلامية العربية. لنقل وقائع حفل تدشين الموقع الإلكتروني للرئيس السابق عدلي منصور من فندق الماسة. السيد الرئيس، السادة الحضور، مرحبا بكم جميعا، وأرجو أن يتابعني الجميع على الشاشات الموزعة في هذه القاعة، كل ينظر إلى الشاشة التي تناسبه. هذه الصورة هي من صور موقع السيد رئيس عدلي منصور. كما تعرفون قد قمنا بتسجيل جزء كبير من إنجازات العام التاريخي الذي تحمل فيه عدلي منصور مسؤولية قيادة مصر في فترة من أصعب فترات تاريخها. وهذا الكتاب أصدرناه من مكتبة اسكندرية، وفي لحظة جميلة كان تكريما للسيد المستشار عدلي منصور أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تفضل بتقديم أول نسخة من نسخ هذا الكتاب في اجتماع مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية الذي شرف بحضور سيادة المستشار عدلي منصور الرئيس السابق لمصر لهذا الحدث. وقد أنشأنا أرشيفا رقميا يحتوي على أكثر مما في الكتاب، فمن المهم أن احنا
نؤكد على دور الأرشيف الرقمي لجميع الحضور. ففي مكتبة اسكندرية نحن نعيش الآن المستقبل الرقمي في تعاملاتنا اليومية، وإذا كان هكذا كانت الأرشيف في أغلب الدول في فترة زمنية معينة، فأصبح الأرشيف الحالي بهذه الصورة. ولنا إذن أن نرى كيف كنا نبحث عن المعلومات قديما، وكيف أصبح استدعاء المعلومات في القرن الحادي والعشرين. مقصود باستدعاء المعلومات أنه أصبح من الإمكان لدينا أن احنا بنبحث عن كلمات مفتاحية، كلمات معينة، وتأتينا الكثير من المعلومات المترابطة. وهذا ما لا يمكن أن نفعله في الكتاب، وأيضا ما لا يمكن أن نضعه في الكتاب مثلا مثل الفيديو والأفلام والسمع الصوتي وغير هذا. فالمستقبل الرقمي الحقيقة يتدفق بلا حدود دون توقف، والفضاء الإلكتروني أصبح المصدر الأول للمعلومات للأجيال الجديدة كلها. والمعلومات الرقمية أصبحت في متناول جميع الناس، وحتى بالمحمول الناس بتقدر تدخل على المواقع الرقمية وتستأتي وتستدعي المعلومات. ولذلك نرى أهمية أن مؤسسة زي مكتبة اسكندرية تؤرخ وتوثق لفترة زمنية ولأعمال السيد الرئيس عدلي منصور، لا تكتفي بمجرد الكتاب ولكن تذهب إلى فكرة الأرشيف الرقمي. الموقع يطلق بدءا من الأسبوع القادم يوم الأحد القادم إن شاء الله على هذا العنوان الرقمي. ولما الواحد يخش كده أول، وهلا أدي الصورة الأولى للموقع. الموقع في الصورة الأولى دي بتبدل كل 10 ثواني، ففي صورة اللي هي أصلية، في صورة مع كأس العالم لأن في شباب كتير جدا مهتمين بكأس العالم في الكرة، وطبعا احنا مكتبة اسكندرية فبنحتفي باللحظة التاريخية المستشار عدلي منصور رأس فيها مجلس أمناء مكتبة اسكندرية، وخدنا هذه الصورة التذكارية معه. الموقع الإلكتروني حاليا يحتوي على أكثر من 400 وثيقة، 1600 مقالة صحفية، أكثر من 500 صورة، وأكثر من 100 فيلم فيديو، و14 خطاب صوتي. ونجد فيه ما لا نجده في أي مكان آخر: عدلي منصور صغيرا، تلميذ في المدرسة، ثم طالب في الجامعة، ثم ذاهب إلى دراسة في فرنسا، وعودته ليبدأ فترة جديدة من حياته ورحلة مشوار حياته الذي نعرفه. إذا جئنا للموقع إذن سنجد الصور أو كل هذه الأماكن موجودة في مجموعة من العناوين فوق هنا. فإذا نظرنا إلى هذه العناوين عن قرب هنجد مثلا السيرة الذاتية، فإذا الشخص المستعمل الموقع دخل على السيرة الذاتية فهيجد السيرة الذاتية بالكلمات وبالصور أيضا، وممكن يرجع لها. إذا أراد أن يقرأ القرارات التي صدرت عن الرئيس عدلي منصور في فترة ولايته فسيجدها، وممكن أن يختار قرار منهم ويذهب إلى هذا القرار، ثم ينقر على السطر الأول فيطلع القرار نفسه، صورة القرار موجودة. أما للصور فالصور مكونة من ألبومات ومتاحة، فيمكن أن الواحد يفتح ألبوم الصور وينظر فيه ويختار صورة منهم ويكبرها وينظر فيها عن قرب. وفي أكثر من 500 صورة لهذه الفترة. أما عن الفيديو فممكن كذلك بتجد الفيديوز موجودة بهذه الصورة، وممكن الواحد يختار فيديو منها مثل هذا الفيديو مثلا ونسجل. أقسم بالله العظيم
أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضي. لحظات تاريخية الواحد يقدر يعيشها تاني من خلال الموقع. أما الصحافة ففي أكثر من 1600 مقال صحفي موجود في الأرشيف ولها عناوين وتواريخ، وممكن نختار واحدة منها ونختار انتهى عصر عبادة الحاكم وصناعة الطغاة، ونطلع المقالة نفسها كما كانت في الجريدة في ذلك اليوم. أما الخطب فهي موجودة بالنصوص الكتابية كاملة. مثلا ممكن نذهب هنا كلمة السيد المستشار عدلي منصور أثناء تسلم الدستور مصر الجديد، ويظهر الخطاب بأكمله لمن يريد أن يراجع كلمة أو سطر فيما ورد في هذا الخطاب. ثم هناك عدسة صغيرة، هذه العدسة الصغيرة واحد إذا نقر عليها هيطلع كلمة ابحث. دي بتسمح للشخص أنه يختار كلمة زي كلمة الدستور، وده اسمه بحث جذعي، فهيبقى فيه يطلع الدستور والدستوري والدستورية وغيرها من المرادفات، فهيطلع الرد على البحث كل ما ورد في الصور له علاقة بهذه الكلمة، كل ما ورد في الفيديو في الصحافة في الخطب له صلة بهذه الكلمة اللي بنبحث عنها. وممكن الواحد يروح مثلا إلى المزيد في الصور فنجد هذه الصور استلام الدستور من السيد رئيس اللجنة الخمسين والتصويت على الدستور وغيرها من الصور. إذا رحنا على الفيديوز هنجد مجموعة من الفيديوز اللي واكبت قضية وضع الدستور واستفتاء الشعب عليه. أما الصحافة فطبعا في مقالات كثيرة جدا حول هذا الموضوع، فنجد مثلا يصدر إعلان دستوري، وأيضا نرجع للصورة الأصلية كما كانت في الجريدة أياميها. هي أهم حاجة من أنه بيضع مادة كثيرة وقابلة للإضافة من غير ما نحتاج نعمل طبعة أخرى زي لو كنا هنضيف على الكتاب، إنما أيضا بيسمح للبحث. ولكن بالنسبة لي يمكن أهم حاجة أنه الأرشيف الرقمي بيحافظ للأجيال القادمة على اللحظات التاريخية، كلمات من القلب. وأظن أن احنا كلنا نذكر هذه اللحظة لما السيد الرئيس كان بيودع الإخوة والأخوات أبناء مصر الكرام. كان عهدنا لكم أن تبقى الدولة وأن تظل رايتها مرفوعة خفاقة، وبتوفيق ونصر من الله أريد لنا أن نوفي بالعهد، وإنني لعلى ثقة بأن المستقبل يحمل لهذا الوطن غدا مشرقا، وإن كانت أرضه مخضبة بدماء الأبرياء وسماؤه تشوبها بعض الغيوم، لكن أرض بلادي ستعود سمراء بلون النيل، خضراء بلون أغصان الزيتون، سماؤها صافية تبعث برياح النجاح والأمل دوما كما كانت، وشعب بلادي شعب أصيل حضاري عريق علم الدنيا معاني الإنسانية والمروءة. وأنا في انتظار العودة عما قريب، عودة إلى هويتنا المصرية، إلى قيمنا النبيلة وحضارتنا الفطرية. أرض تطرح أمنا، وسماء تمطر محبة، وشعب معطاء كريم. لنعد جميعا كما كنا دوما في الوطن وللوطن وبالوطن نحيا، بلدة طيبة ورب غفور. فاللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، واحفظ لنا مصرنا
ومتعنا فيها بالأمن والرخاء، واجعلنا شاكرين لأنعمك مثنين بها عليك وأتمها علينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأداء اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أرضي. هذه اللحظة التاريخية سجلت في هذه الوثيقة، وثيقة فريدة من نوعها في تسليم السلطة من الرئيس عدلي منصور إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي أيضا موجودة كمرجعية للأجيال القادمة لتفخر بهذه اللحظة التي تأسست فيها الديمقراطية المصرية الحديثة. فإليكم الموقع الذي سنطلقه بعد أيام، وشكرا لكم، وتحية خاصة للسيد المستشار عدلي منصور. شرفني أن أدعو سيادة المستشار الجليل المستشار عدلي منصور لإلقاء كلمته في هذه المناسبة، فليتفضل سيادته. بسم الله. السيدات والسادة، يطيب لي أن أكون معكم اليوم في أول حديث عام بعد انتهاء رئاستي لهذا الوطن العظيم، كما يطيب لي أن أكون بين نخبة وصحبة سعدت بلقائها، وإنه لمن دواعي سروري أن أشهد مع حضراتكم صدور كتاب يرصد مشاهد من سيرتي وصفحات من رئاستي. السيدات والسادة، تعلمون جميعا أنه لم يكن في حسابي ولا تقديري أن أكون رئيسا لمصر، ذلك أنني رجل قضاء وقانون، عشت حياتي كلها ركضاً وراء العدل والصواب، وقد كان من موجبات عملي الفصل التام بين القضاء والسياسة، ولم يدر في خلدي أثناء رحلة العدالة أن أجد نفسي في قلب عاصفة السياسة، وأن أنتقل من ثوابت القضاء إلى متغيرات السلطة. ولقد سألت نفسي طويلاً قبل أن أقبل هذه المهمة الثقيلة، كيف يمكن لضمير القاضي أن يخوض محنة الحكم وأن يخوض معها مفاوضات ومساومات وصراعات ونزاعات؟ وهل من الممكن تحقيق انتقال آمن من منصة القضاء إلى سلطة القرار؟ السيدات والسادة، يمكن للمرء أن يقطع المسافة الجغرافية من الدستورية إلى الاتحادية في وقت قصير وعلى نحو يسير، لكن قطع المسافة السياسية بينهما هو عمل شاق وعصيب،
ولقد شاءت إرادة الله عز وجل أن أكون في رئاسة بلدي في لحظة فارقة، وأن أبدأ عملي وسط ضباب كثيف ومحاولات كسر مستمرة. لم يكن في العالم ما يكفي من الأصدقاء، وكانت عواصم كبرى تعمل على مدار الساعة لأجل إنهاك الثورة وإفشال الدولة. لقد بدا المشهد خليطاً من الخوف والرجاء، كانت موجات الأمل تصعد لبعض الوقت، وكانت الموجات المضادة تعلو في أوقات أخرى. بدا المشهد خليطاً من طريق بلا معالم ومعالم بلا طريق، وظن البعض أننا سنفقد بوصلة الوطن، أو أننا سنمضي إلى حافة الهاوية. لكنني أصدقكم القول أنني على اشتداد المحنة وتعقيدات المشهد لم أفقد الإيمان ولو للحظة واحدة بأننا على طريق الانتصار. كنت أدرك بضمير القاضي قبل مسؤوليات السياسي أننا نخوض حرباً عادلة من أجل المستقبل، وأن خفافيش الظلام لا يمكنها أن تطفئ نور الوطن. كنت أدرك بإحساس المصري الذي يحيا في دولة يزيد عمرها على 7000 عام أنه في كل لحظات التاريخ الفاصلة كان الجهلاء والعملاء يسقطون، وكان صوت التخلف والتشدد يتوارى ثم يتلاشى دون عودة. ذلك أن صوتا عظيما لطالما ساد بلادنا ثم تمدد إلى العالم بأسره، إنه صوت الحضارة المصرية. السيدات والسادة، وكما كانت ثورة 25 من يناير ثورة ضد نظام ترهل ولم يعد قادرا على تحقيق آمال وطموحات شعبنا العظيم، كانت ثورة 30 من يونيو استعادة لوطن أوشك على الضياع، ولأمل أوشك على الانتهاء. كانت ثورة الحضارة أكثر مما هي ثورة السياسة. لقد خرج شعبنا العظيم في 30 من يونيو لمنع اندفاع بلادنا إلى حافة الهاوية، ولحماية مستقبل 90 مليون من انفلات اللحظة وسطوة المجهول. وكم كانت صدمتي كبيرة حين وجدت دولاً تتحدث عن العقل والحداثة ليل نهار، ثم مدت أيديها في بلادنا تساعد أعداء العقل والحداثة. كان ذلك النفاق قاسياً بلا حدود. كيف يمكن لمن يسارعون خطاهم نحو الأمام أن يكونوا حلفاء مخلصين لمن يسارعون خطانا نحو الوراء؟ كنت على قناعة ولا زلت أنه لا خلاص لنا إلا بأنفسنا، ولا نجاح لمسيرتنا إلا بإرادتنا. ولقد جعلتني صدمة النفاق الدولي التي واجهتها في أثناء رئاستي أكثر إيمانا بالنفس وثقة بالذات، وأنه لا عاصم لنا من بعد الله إلا نحن، ولا مستقبل لنا تحت الشمس إلا بما نملك من القوة والقدرة. السيدات والسادة، إنني حين أتأمل مسيرة حياتي من منزل والدي، والذي كان عالماً أزهرياً وسطياً يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ثم مروراً بدراستي الابتدائية والإعدادية والثانوية، وصولاً إلى التخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة،
وحين أتأمل حياتي من بدايات عملي في القضاء إلى عملي في قصر الرئاسة ثم عودتي إلى بيت العدالة من جديد، حين أتأمل ذلك كله الآن أشعر بارتياح عميق أنني قد أديت واجبي قدر طاقتي مجتهداً على طريق الحق والصواب. وحين أتأمل عام الرئاسة الذي شرفت فيه بأداء الواجب الوطني ثم أجد ذلك التقدير الواسع والحب الكبير الذي أحاط بي عقب مغادرتي ويحيط بي في كل من ألتقي وأقابل، أرفع وأكف الضراعة إلى الله عز وجل شاكراً حاملاً وداعياً أن يتم الله نعمائه على بلادنا أمناً وأماناً. وداعياً أن يتم الله نعمائه على بلادنا أمناً وأماناً وخيراً ورخاءً. السيدات والسادة، لقد كانت مبادرة مكتبة الإسكندرية العالمية المرموقة بإصدار كتاب يوثق عام رئاستي وصفحات من حياتي موضع تقدير وامتنان من جانبي. إنني أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى السيد الدكتور إسماعيل سراج الدين وفريق العمل المتميز الذي بذل جهداً كبيراً في هذا العمل التوثيقي الرفيع. ولقد كان إطلاق المكتبة لموقع يحمل اسمي موضع اعتزاز عندي وموضع تقدير بلا حدود. اسمحوا لي أن أتقدم لعائلتي التي أسعد بحضورها اليوم، وللسادة الحضور ممن سعدت بالعمل معهم في رئاسة الجمهورية وفي المحكمة الدستورية العليا بعميق اعتزازي بلقاء اليوم. كما أنني أشكر للسادة الحضور جميعاً كريم مشاركتهم وصادق مودتهم، داعياً الله عز وجل أن يحفظ وطننا العظيم من كل سوء وأن يوفق السيد الرئيس لتحقيق المكانة المأمولة لبلادنا بين أمم العالم. حفظ الله مصر وحفظكم جميعاً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.